استاذ ايهاب. انا بس عايز اسال سؤال، النون اقوى او النون اعم؟ القانون ولا الدستور؟ الدستور. الدستور طبعا. طب النون اعم واقوى، القانون ولا اللائحه؟ القانون طبعا. طيب يبقى النهارده لما يبقى في تعارض بين اللائحه والقانون يبقى القانون يمشي على الكل. صحيح. لما في تعارض بين القانون والدستور الدستور بيمشي على الكل. صحيح. صح؟ صح. النهارده لما يبقى قانون الرياضه اللي تم وضعه بيقول ان الجمعيه ان الجمعيه العموميه الغير عاديه هي المنوطه بعزل رئيس النادي، يبقى تعظيم سلام لقانون الرياضه، تعظيم سلام للقانون اللي احنا بنطبقه في الرياضه المصريه. اللائحه الاسترشاديه دي مش لائحه نادي الزمالك، دي لائحه استرشاديه، اسمها استرشاديه، يعني بتاخد منها اللي انت شايفه يتناسب معاك او اللي ما يتناسبش معاك. اللائحه ما هياش هي اللي ما هياش سنه او ما هياش فرض او ما هياش قانون تطبقه على مجلس اداره نادي منتخب، بدليل ان كل نادي بيعمل لائحه مش اللي هي مش اللائحه، يعني انت عملتها اللائحه دي لائحه مش لائحه الجمعيه العموميه اللي بتحط اللوائح المنظمه للانديه، اللائحه دي انت حطيتها استرشاديه عشان تاخد منها تختار منها بنود بحيث تعمل لائحه تصير بيها احوال النادي. لما احنا مختلفين على اللائحه الاسترشاديه ومش عايزين نتعامل بيها وطلبنا اكتر من مره ان احنا نعمل جمعيه عموميه غير عاديه لوضع لائحه لنادي الزمالك بدل اللائحه اللي لغاها ممدوح عباس بحكم قضائي لائحه نادي الزمالك ولم يستأنف عليها او لم يحضر امام المحكمه في الاستئناف دوت او في الطعن اللجان اللي كانت متعينه من قبل وزاره الشباب والرياضه. فالنهارده انا اللي بيحكم. سؤال معلش، هي يعني انا مثلا كجمعيه عموميه عملت لائحه تمام، ما هو وجه اعتراض استاذ ممدوح عباس عليها وليه تم الغائها؟ ما هو تم الغاء يعني، يعني انا عملت لائحه والجمعيه عموميه وافقت عليها صح ولا لا؟ بس هو تم الغائها من قبل وزير الشباب بعد عزل بعد تجميد مجلس المستشار. أيوة. مرتضى منصور لمده سنه. ليه اتجمد المجلس خلاص بقى؟ ما هو مفيش مجلس. مفيش مجلس. ما انا بكلمك اعمل بقى اللي انت عايزه. انت المجلس في لائحه لنادي الزمالك، المجلس اتحل فتم ممدوح عباس اعترض على حاجات ما اعرفش ليه ساعتها، وتم تغيير اللائحه بتاعت نادي الزمالك بحكم المحكمه وما راحتش اللجان المعينه حضرت امام المحكمه فاتطبقت الايه؟ اتطبق الحكم. يعني لو المجلس المنتخب موجود كان راح عمل كان هيروح استشكال وفي المحكمه هيتحكم له لان هو اللي بيدير النادي او هو اللي مجلس الاداره المنتخب. فالنهارده انت عندك قانون. النهارده لما اجي اتكلم اول حاجه الحكم اللي احنا بنتكلم عليه ده حكم سب وقصف، فما هوش حكم مثلا مخل بالشرف ولا هو حكم في قضايا مثلا شيكات ولا في قضايا ماليه ولا قضايا تمس بالسمعه او بالشرف. فالنهارده انت بتتكلم على حكم سب وقصف، فالنهارده انت جاي وحكم بصفه شخصيه ما هوش بصفه يعني حاجه شخصيه ما هياش بصفه، ما انتش عشان رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مثلا اتحكم عليك في حاجه تخص نادي الزمالك وامور تخص نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك والجمعيه العموميه اللي انتخبتها. فالنهارده الجهه الاداريه لما تيجي تبص على تطبيق او وزاره شباب والرياضه لما تيجي تطبق بتطبق القانون، صحيح القانون ما بتطبقش اللائحه، اللائحه دي داخليه، اطبق القانون. قانون الرياضه بيقول ايه؟ بيقول لازم جمعيه عموميه غير عاديه هي اللي من حقها تعزل رئيس نادي الزمالك مش هي. على فكره قانون، علشان انا برضو بفهم قانون شويه، اللائحه اما تكون متعارضه مع القانون القانون يجب اللائحه بس، وما يكون القانون متعارض مع الدستور الدستور يجب القانون. هم بيشرحوا بعض يا كابتن خالد، اللائحه بتشرح القانون، القانون بيشرح الدستور بالظبط. ما ينفعش اطبق لائحه وهي مخالفه للقانون.